أقدم نفسي سوري الأصل من مدينة حلب وأفتخر، ولكني مغربي الولادة الازدياد وأفتخر أيضا. والله يحفظ هذا البلد. أنا طبعا مغربي بقلبي وروحي. سألتني عن الجنسية المغربية، أنا والله لسه ما حصلت عليها، وأنا طلبتها وأتمنى لأنني مغربي وأحب بلدي المغرب ومزداد في المغرب، أن يتكرم علي مولاي صاحب الجلالة نصر الله أن يمنحني الجنسية المغربية. أتمنى، هذا شرف لي طبعا، أنا لسه ما حصلتش عليها، لكن أتمنى أن أحصل عليها، ولي شرف أني نشيل الباسبور الأخضر. الله يخليكم. وما ننسى كمان فضل المغرب، لأنه بدل رامي بزغ نجمه من المغرب صراحة. الله يخليكم يا سيدي، شكرا. بالنسبة للتجربة بالغناء باللهجة المغربية، أنا أعشق الأغنية المغربية بشكل عام، وكما تفضلتي قدمت أغنية أعبر فيها عن حبي لهذا البلد الكريم الطيب، كلنا مغاربة، وأتمنى أتمنى إن شاء الله أنه تكون من مشاريع القريبة أني أقدم أغنية مغربية كاملة متكاملة إيقاعاً ولحناً وكلاماً، لكن تكون بشكل مدروس مش أي أغنية. يعني أنا بحب الشيء الراقي، أحب الرقي، أحب التراث، أحب الكلمة الطيبة، أحب اللحن الجميل.